إذا المشاهدين الكرام متابعينا أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم وأينما تواجدتم نحييكم هنا من فندق الهيلتون في محافظة جدة حيث المناسبة السعيدة لأهالي دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يحتفلون بالعيد الوطني 42 لهم ويسعدني أن يكون متواجد إلى جانب الأستاذ محمد العنزي أحد المدعوين والحاضرين اليوم في هذه المناسبة السعيدة لدولة الإمارات. مرحبا أستاذ محمد، في البداية بداية أرحب بك، ما هي الكلمة التي تود أن تبوح بها من خلال هذه المناسبة السعيدة لأهالي دولة الإمارات؟ والله أنا أهني دولة الإمارات الشقيقة وأنا أهني دول الخليج كامل كيف على اليوم الوطني، ونسأل الله أن يدوم الأمن والأمان على دولة الإمارات وعلى دول الخليج كامل إن شاء الله. اليوم حضور العديد من الشخصيات ربما مشهد يجسد لنا مدى القوة والترابط الأخوي القوي بين دول الخليج العربي، كيف تفسر هذا الأمر؟ والله أفسر هذا ما هي بغريبة على دول الخليج ولا دول العربية، ما شاء الله موجود من السفرة دول الخليج كاملة وسفرة دول العرب، يعني حضور صراحة يسر القلوب، صراحة يدل على التكاتف الدول الخليج والدول العربية كاملة، ونتمنى من الله عز وجل أن يدوم الأمن والأمان على المسلمين جميعا إن شاء الله. أخيرا، ما هي الكلمة التي توجهها للشعب الإماراتي بمناسبة أو بمناسبة فوز دبي ب2020 المعرض الدولي إكسبو العالمي وكذلك بمناسبة هذا اليوم السعيد لهم؟ والله دولة الإمارات الشقيقة ما في شك ما تدخل بأي شيء، الحمد لله برضى ربنا عز وجل يفوزوا فيه واستاهلوا وفرحتهم هي فرحتنا، يعني ما فيها شك ان فرحتهم فرحتنا، ونهني كل دول الخليج ونهني اخويانا بالسفارة الإماراتية في المملكة العربية السعودية ونهني القنصل العام استاذ محمد ونهني كل اشقائنا موجودين في دول الخليج. وكذلك نحن نتقدم بجزيل الشكر لك أستاذ محمد العنيزي رجل الأعمال الحاضر اليوم في هذه الليلة، شكرا جزيلا لك. الله يطول عمركم ويعطيكم العافية، ونشكر كل أخوانا الموجودين من السفراء ومن رجال أعمال ومن رجال الدولة موجودين في هذا الحفل، ونشكركم أنتم القائمين على هذا الحفل وشاكرين للجميع، وللأمام إن شاء الله محطتكم ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا.